اخويا يطلع برا، اخويا يطلع برا، اخويا يطلع برا. لا للحكم، لا للحكم، لا للحكم. طنجة دايما حرة، طنجة دايما حرة، طنجة دايما حرة، طنجة دايما حرة. زوار مدينة طنجة وضيوفها، مرحبا بكم في مدينة طنجة اللي كانت دائما مدينة متفتحة على الجميع، المدينة ديال الحرية، المدينة ديال الأمن، المدينة ديال الأمان، واللي تحولت بين عشية وضحاها. وما نذكروش الأسباب، لأن احنا في وقفة أمنية اللي جعلت هذه المدينة هذه يكثر فيها الإجرام شهارا ونهارا. يماجينا القلوب على أننا احنا كما وحدة مواطنين ذات المدينة، اللي كان كيقول مخزن على أنه لا يهتم الشؤون دياله زال اليوم بثومية فيطان، ويقول نعم للأمن، نعم للأمان، ونعم للحرية، ونعم الحق في الحياة. الآن سنعرفوا واحد الحاجة مهمة، هو أن الأمن ليس مطلوب، الأمن هو حق. خصكم تعرفوا أن الأمن حق ماشي مطلوب. باش ما نمشيوش غالطين، باش ما نبقاوش غالطين، راه المشكل جاي من المدرسة. الحق فينا هو التعليم. هاد الناس هادو ما خرقوش مجرمين.